أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص دخل المسجد لأداء صلاة العصر، ثم وهو في وقت الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، فماذا يفعل والحالة هذه علما بأنه كان ناسيا؟ إذا تذكر أن عليه صلاة الظهر وهو يصلي العصر يكملها نافلة، يكمل الصلاة اللي هو فيها نافلة، ثم إذا سلم يأتي لصلاة الظهر ثم يأتي بعدها لصلاة العصر. نعم.